نعم بالضبط، عندنا يعني مثل ما قلنا خططنا حق الشغل. هو يعني ما برر بس قال لا 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 مو شرط. وتذكر كلامي عقب الشوط. عادي نتكلم طبعا اطمئن ذي الشيء بس عادي نتكلم بدون ما نحسب حساب ان بتتعقد الامور. لا 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 ليش تسببتي يعني ما تسببتي يعني شو انت قلت. عادي نعبر عن افكارنا بصوت مسموع. ايه المفروض كذي. عادي نكون مثل ما احنا بدون تصنع بدون تكلف بدون اي شيء وما نفكر شو بيصير. لا لا تحاتي اوعدك عادي نطالب باللي نشوفه من حقنا. لازم نعطيه حق حتى لو غيرنا شافه بمنظور غير. انا ما اشوف سوى غلط. اي صح هاي وياك. وياك من مع من ولاي سبب وليش من مع من ما ادري. على اي اساس نصدر حكم؟ الوقت مبكر خلنا نقول عشان نحكم عليه. وعلى أي أساس نبغيه يكون من غير شلون ومتى وعلى أي أساس وبعدين؟ يمكن لازم نقتنع أو يقتنعون. يمكن طريقها مسدود ودائما لازم نبحث عن الأكيد. مكوكي عيش حياتي فيه. هنالك ايضا لدينا ايضا مكاك في نقطنا. 9-8 الورق القانوني كان ما ادري يعني ممكن سيدنا محمد راسي في خطه في راسي خلاص انا مسويها ان شاء الله. المفروض ما يصير. المهم عندي ان اطبق القانون. المرشح الأول عبيان 1777 مع الفارس الروزي جيمس. طبعاً طويسان مرشح أول بالنسبة لي عذراً عن كتاب السباق. أكيد طويسان يعني غني عن تعريف راكض كأس الملك كأس ولي العهد حصان يعني فارض نفسه في الشوط. أنا توقعاتي إن اليوم يوسف طاهر راح يرفع الكأس. أول كأس راح يرفع اليوم يوسف طاهر من خلال طويسان. بس إن شاء الله حصان ما يقدم إن عندنا أمال. هذه حصان حق فيوتشر انت تعرف السباق قدم مع خيل قويه وهدفنا احنا الاشواط الكبيره يعني. واللي هدفه هذه الاشواط الكبيره بين هالاسماء لازم اول اسم يفكر يفوز عليه وهو عبيان 1777 الكي اتش كي. لا 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 مو شرط مو شرط. المسافه غير الوزن ترى يختلف. انا ما اشوفه عائق يعني. العائق اذا كان 62 واحنا 54 ولا 55 هذه عائق. فكيلوين ما يكون عائق لي.
عيل يمكن العائق نقول بالنسبة لعبيان أنه مشارك الأسبوع اللي طاف؟ لا والله الخيل العربية أنا جربته أسابق بهم أسبوعين على الرأس ما عندهم مشكلة يعني يكفت أكثر بعد. وبالضبط هذا اللي صار. روزي جيسي والمركز الثالث هنالك الحمداني بينما تأخر المرشح الأول كويسان 1762 إذا المرشح الأول عبيان 1777 هو الذي يتصدر السباق الآن مع الفارس روزي جيسي الذي تحقق انتصاره الثاني للأسبوع الثاني على التوالي. إذا عبيان 1777 وبطل الشوط الأول. كل اللي أقدر أقوله عن عبيان إنه صج بطل ولازم من الحين الكل يحسب الحساب. اسم قوي وتحت خط أحمر عبيان هذا الموسم ما يدش يشارك لتكملة عدد. He is, you know, we upped it to 6 furlongs today, 1200. He's jumped out on the bridle, travelled beautifully all the way around, coming into the straight, 2.5 out, he's picked him up and gone on. بس اللي نافسه الصقلاوي. الصقلاوي هي مسافاته. الصقلاوي 1757 مسافاته 1200 أكثر لا هاي مسافاته الصقلاوي. عيل إيش صار مع طويسان؟ طويسان بين قوسين خيبة أمل كبيرة لطويسان. تعال تعال شنو اللي صار بس أنا الحين أبغى تحليل. لا ما عندي. شنو اللي صار ما صار شنو اللي صار ما ترشحت طويسان. طويسان تأخر وايد تأخر حامل وزن 58 وتأخر عن بقية الجياد وأول مرة أعتقد ما كان جاهز هذه اللي صار. بس أنت كنت وايد حاط عليه آمال. أنا وايد حاط عليه آمال لأن طويسان درجة أولى. عبيان يعني جدا ممتاز. عبيان من الخيول القويه يعني ثلاث مشاركات ثلاث فوزات عبيان. لا عبيان لانه جاهز. عبيان ركض الاسبوع الماضي وهو جاهز. طويسان اول مره 58 كيلو. Do you think that Tuisan affected by the top weight today? No. يعني انت في كل كيلو يعطيك 2 فورنج يعني ترى انا احس حصاني قدم يعني مو ما قدم لا قدم بس السباق اللي بيجي بيكون افضل عرفت. بس تدري هم شنو يقولون يعني مو يفترض اذا خسر مكانه ثاني. لا 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 شوف انا عنده خبره في العربيات ف يعني هو عرف الحصان خلاص يعني اضغطه خلاص الوينر راح فاحافظ عليه فالافضل سواء انس بالعكس شيء طيب كبركب زين يعني لا تقدر تروح قدام ولا انت تقعد لان الاوزان كلها 54 وفي خيل 54 ما قدروا يجارونهم عرفت يعني انا اتصور ان حصاني شايل 58 وقدم انا بالنسبه لي يعني يمكن اول مره في حياتي هذا الحصان شايل 58 رد على قبل بتشوف. بس بعد يمكن كل ريس له ظروفه يمكن انه يكون بعد جاهزيته يعني مو ب 100% يحتاج سباق يمكن عقب ذي السباق يمكن يرجع طويسان. وانتظر الاسابيع القادمه ان شاء الله بتشوف طويسان. نتمنى نشوفه مثل ما اكيد كي اتش كي يتمنون يشوفون عبيان في الكؤوس الكبيره. طبعا هذا اكيد اللي يطمحون له يعني الملاك وكل اللي يشاركون في الخيل العربيه. بس اعتقد انه الى الحين الوقت مبكر خلينا نقول عشان نحكم عليه انه يوصل لهي المرحله بس متامل فيه خير ان شاء الله. He's just shown today that he just keeps improving. So excited to see what's to come. شوط الفرسان المتمرنين جياد توازن من 0-40 وفوق ذي بعد انسحاب الدرة ملك العفو ريسنج مع الفارس أحمد مكي صارت الفرس تقريبا متساوية. وبعد غير تواجد فارس المتمرنين لأول مرة يشاركون علي صبري وحسين أصغر. يعني باختصار الأفضلية في الشوط تكون للفارس اللي عنده خبرة يعني مع كل الفرسان الموجودين إبراهيم هو أكثرهم يعني خلينا نقول اللي خاض سباقات كبيرة خاض سباقات ويا فرسان عالميين فإبراهيم هو المفروض إنه يكون المرشح الأول. إبراهيم طبعا أحسن واحد فيهم إبراهيم ناظر جو كذا إن شاء الله هاي الفرسان. بروف آند ريسينج انطلق الشوط الثالث من مسافة 1200 متر مستقيم بمشاركة
خمس من الجياد بعد انسحاب اوفرسيز من هذا الشوط. انطلاقة هايل هو الذي يقود هذا الشوط مع الفارس ابراهيم نادر، بينما تغيرت الصدارة الان لمصلحة نيفي بلو مع الفارس علي صبري يلحق به ثانيا. هنالك هايل مع الفارس ابراهيم نادر، ومن الجهة الاخرى هنالك مقصود مع الفارس علي سمير. علي سمير يمكن فاهم مقصود اكثر ما فاهم روحه، علي سمير داخل بضغوط مفروض تكون أقل ضغوط ومفكر في الشوط بشكل كبير. يعني اليوم تتكلم علي سمير ومقصود أقلته خلينا نقول 10 سباقات خايضنها فوق مقصود، فالحين الكفة ترجحة من ناحية أحصان وفارس. إن شاء الله كرر الركض العامي أو الرسلة صام الأول رسل إن شاء الله يقدم ركض أحسن إن شاء الله. في سمير، ومن ثم ياتينا بات موبيل مع حسين اصغر والمركز الخامس. هنالك ايضا وي وين السكس تايم مع ميتم احمد. لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل. مقصود تواجده ما اتوقع انه يمكن يسبب لك ازعاج، بما انه مقصود يحب يكون في المقدمه. اي مقصود مقدمه وزين لنا اذا راح في المقدمه، وحصان زين مقصود يعني ساعات ادي زين ساعات. عبد الله الكويتي احس وايد واثق من هايل، لانه واضح لا خايف من مقصود ولا غيره. اي لا شانس قوي يعني. زين الشغل زين هذا زين كوندش مال احلى من العام السنه. من جد زياده الخارجي، هنالك ايضا مقصود مع الفارس علي سمير الذي بدا بالانطلاق، ومن الجهه اليمنى هنالك انطلاقه بات موبيل. لا تزال الصداره والانطلاق حتى هايل مع الفارس ابراهيم نادر، بينما محاولات ايضا قائمه من قبل مقصود مع الفارس علي سمير، ومن وسط الجهه بات موبيل مع الفارس اكبر، لكن هايل يصل الى ثالث يتوقع الامنيات النوايا بريكنج مركز ثاني. وقلت له قبل الشوط عندي امل عليه. اليوم ابراهيم خدم الحصان، اليوم توقيت وقت الطلب وقت لابراهيم حس انه يقدر ينتهز الفرصه قدر يحقق الشوط. يعني ركوب الركوب اللي يبي النادي من اجل تطوير فرسان، اليوم شفناه في ابراهيم نادر، وبعد شفناها في حسين اصغر اللي حقق مركز ثاني، وعلي صبري اللي رابع. خلينا نقول هذه ثمار المدرسه، ان اليوم شفناهم محققين مراكز، خصوصا اول يعني خلينا نقول اول ركوبيه الى الفارس وجي حقق مركز منافس، فهذه تكون اندفاعه تعطي طاقه للمستقبل القريب اليهم او اللي كان البعيد، فنتمنى انهم ياخذونها وبعد يتطورون زياده، اتمنى منهم التطور زياده صراحه. يعني كجمهور كمحب للسباق استانست مراكزهم يستاهلون، ونتمنى نشوفهم في الايام القادمه افضل افضل. واللي توقعناه يكون افضل هو مقصود مع علي سمير. مقصود يحب يطلع الليد، فهل هو بيوصل او لا؟ اليوم هني الفارس شوي كان مفروض يحاول يحتفظ فيه. ارجع للشوط شوف من البدايه الكل قاعد طال حصانه قاعد يجوز في حصانه، يعني ما يبون يروحون قدام. انا حصانه من النوع اللي تكسرك اكشن ماله ما يعطيك، فكل واحد قاعد يسحب في حصانه، انا خليت حصاني يروح على اكشن ماله. مقصود اخر شيء عند الفرن، اخر فرن الحصان بند خانه اللياقه، يعني لو كان جهوزيته زينه كان مركزه اول ثاني. بس هذا ريس وشوط برنسية بروحك تعرف إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله على كل شيء. ديروف أند ريسينج انطلق رابع أشواط الأمسية من مسافة 1000 متر، سباق توازن من 0 إلى 80 ينطلق للجهاد المستوردة ثير بريد بمشاركة 9 من الجهاد. طبعا شوط تصنيف والأغلب الخيل مستوياتها متقاربة في الشوط، وشوط جدا صعب الترشيح فيه. الشوط صعب إيه، بس هالأسماء أغلبها شفناها، يعني ما أظن في أحد راح يستبعد يوان برنس. خصوصا يوان هو صاحب على تصنيف الشوط، بس نفس الوقت احس المنافسه ما بتكون سهله ليوان اليوم. اكيد اكيد الشوط هذا هانديكاب يوان برنس، طبعا 62 كيلو يمكن اول مره يشيل 62 كيلو. بصير انا اتوقع الشوط هذا مفتوح، يعني اتوقع مفتوح من الاول الى الاخير، يعني الخيل كلها له فرصة الفوز. طبعا يوان برنس حصان معروف بالفاي فورلينج ممتاز جدا، العام الفائت كان 3 سنوات،
والحين ما زال 3 سنوات بس. في خيل يمكن في ال3 سنوات على قولة المدربين الإنجليز ستيل جروين، يعني بعد هي تنمل وخيل، وفي بعضها لا توقف على ال3 سنوات يعني توقف. في خيل تتغير في الأربع تصير مستواها أفضل، وفي خيل تظل كما هي يعني ما تتطور. فايتر بايلوت في المركز الرابع. فايتر بايلوت الحصان الجديد لإسناد، يعني احنا شفنا إسناد ريسينج مع جلم فورس، اليوم نشوف حصان ثاني، هل بنشوف قصة نجاح جلم فورس مع فايتر بايلوت؟ ما استبعد خالص، ما استبعد بالعكس. إسناد قدم وجيات طيبة، وهذا الموسم هذا أول حصان يشارك معهم، ما استبعد. ما راح نستبعده مثل ما المنطق ما يخلينا نستبعد لا أوشن ستار ولا عسل. طبعا دي أوشن ستار فرس طيبة وفرس زين وجت بريد زين، يعني الفرس دي ما استبعدها تغلب. أوشن ستار بحكم سباقاتها آخر سباقين فايزة، يعني فازت في الألف. إيه نعم فازت في الألف وأربعة. إيه نعم. أنت تحسها في الألف أفضل؟ ومو قضية في الألف أفضل، الفرس عندها سبيد طبعا وعندها استمنة أن تسوي الألف وأربعة، بس أن أنت عندك هالشوط يعني محصور بهالشوط، يعني أنت ما عندك أوبشن أن تروح الألف أو تروح الألف وأربعة، عندك هذا الشوط على كلاسه. ومن ثم تأتينا عسل، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل. ما غيرت عدنان اللي شايف شي بين عدنان وعسل؟ هو يمكن كذي ويمكن أنا ما حصلت غير عدنان فاضطريت أركب عدنان يعني. لا يعني لا صدق. لا هو مثل ما شفت الموسم اللي راح فاز على الفرس، فأنت ليش تغيره؟ طالما أنه عارف الفرس وتتمنى أنه يسمع الكلام يعني لو مرة في حياته، فنتمنى إن شاء الله أن اختيارنا يكون صح. الفارس تشارلز بيشوب لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل، بينما انطلقت أوشن ستار من جانب الزياج ومن وسط الجيال، هنالك أيضا هنالك جارمان، لكن أوشن ستار إذا يدخل الرابع. أوشن ستار شعار العفو ريسنج مركز الثاني، جارمان قريبة قريبة في المركز الثالث، وعسل في المركز. أوشن ستار فرس يعني من جت البحرين وركضت يعني مستواها عالي، يعني كانت ريتها عندها في 90 ماي 91، يعني عندها مستواها أفضل من الخيل هذه كامل، يعني بغض النظر عن بعض الخيل اللي شفناها اليوم ما أدت، بس أوشن ستار تصير سوبر ستار. يعني قبل الشوط كانت هي مرشحة، بالنسبة لنا كانت مرشحة فوق العادة، بس تحس بينت ان الفرس تبغى شوي ابعد من الالف متر. أوشن ستار طبعا طبعا طبعا، يعني مثل ما قلت لك ان عندها السبيد حق الالف متر وعندها الاستامينا حق الالف واربع، فما عندها مشكلة، بس كاول ريس في الموسم وشوي فريش الفرس، فالالف متر كانت الحمد لله يعني مناسبة لها. الحين عقب ذا الشوط نقدر نقول إنها جهزت حق إنها تروح شوي أبعد. She started so well. She did easy. What can I say? الصراحة ما نقدر نقول أي شيء لا عنها ولا عن محمد سعيد. شكلك أنت جاهز هالموسم صح؟ أتمنى إن أكون جاهز بالمستوى اللي أنا أفكر فيه يعني. خلونا الحين منشون يفكر فيه محمد. توقعته هالمستوى من جارسمان؟ أنا قلت لك لا، جارسمان راح يكون في المنافسة. وركض ركضه ما شاء الله بعد من الفارس، ركب ركوب واجد ممتاز، شفنا ظهور قوي للحصان قريبة قريبة، بعد واجد ركض زين. هو قريبة قريبة حصان كان يحلف البليس وشكل خطورة، بس اليوم مستواه كان فوق الرائع صراحة، يعني أشوف اليوم مستوى جدا ممتاز. أنت يمكن شفته يوم طلب الناس راح إيه؟ يعني أنا توقعت يعني بيغلب على الوين، بس يمكن طلع ايرلي، يعني لو محتفظ شوي اتوقع يمكن يكون افضل، بس انا الحين قاعد يركب خيلي يفهمها اكثر. بس تعرفون شنو الغريب في الشوط؟ الغريب في الامر يوانس برنس اللي قدم تمارين طيبه هذا الموسم، ولكن اخفق في ان يجي في المراكز الاربعه الاولى، في علامه استفهام حول هذا الحصان. وما اعرف اذا فايتر بايلوت كان اداء مرضي لفريق اسناد أو لا. أكيد فريق إسناد له سمعته، يعني خصوصا دخل السباقات بقوة مع جلين فورس، ف
فيمكن they set the bar very high الحين. ففايتر بايلوت إن شاء الله في له مستقبل. من اليوم ما نقدر نحكم عليك أول مشاركة. نتأمل منا المزيد إن شاء الله في السباقات الجاية وإن شاء الله خير. هالشوط فيه أربعة أسماء. العدد قليل في الخيل، بعد بعض الأوقات يكون إيجابي وبعض الأوقات يكون سلبي. بس أنت شخصياً تشوف أن المنافسة راح تكون؟ ميدل وينر كلاود درفت. وبينهم إذا بنختار؟ ترشيحي كلاود درفت. كلاود درفت يعني أتوقع أنه بيكون رقم صعب في هالموسم. بس ليش؟ أنا أشوف أن المسافة راح تخدم كلاود درفت. وبعد شنو؟ فرق الوزن. كلاود درفت 57 كيلو وميدل وينر 61 كيلو، فتعرف يعني الوزن يأثر. وشنو بعد يمكن يأثر غير الجوكية؟ عندك تشارلي بيتشوبس ونيل كأول مرة يركبون الجياد. بس أنا أشوف كلاود درفت. أنت بتسألني وتقولي ليش؟ حصان العام أول موسم ما قدم، يعني قدم مستوى طيب بس مو المستوى اللي كان يعني المفترض يبين فيه الحصان. والله إن شاء الله يعني نتمنى ونعرف إحنا كلاود دريفت حصان جدا ممتاز وخطير، هو الأخطر في الشوط، بس إن شاء الله نقدر نتفوق عليه. لا تزال الانطلاق حتى الآن متواصل مع ميدال وينر الفائز في آخر ثلاث مشاركات في الموسم الماضي، يقود الفارس الأيرلندي. يعني ميدال وينر شفنا آخر ثلاث مشاركات ثلاثتهم انتصار. لا واحد خسارة بس انحسب له في النهاية انتصار. احنا نمشي على التراك نهزم و يعني بالأسباب انسحبت. حلو احنا نمشي على التراك، يعني اذا نمشي على التراك المفروض اليوم كلاود درفت يفوز على ميدال وينر. طبعا بينما زيزينيا في المركز الثالث وتوربروك في اخر الجياد. وانا صراحه ما كنت بايب طاري زيزينيا، بس موقعها الحين اقول يمكن ليش لا، خصوصا الفرس جات العام في شهر واحد ما صيفت عدل، هالسنه صيفت عدل. هاي الشوط عقب هاي الشوط تصير اكيد احسن 100%، وفرس مستواها واجد زين هالسنه، وايد احسن من العام، وان شاء الله خير. يعني زيزينيا هي من نسل طيب جاية، لكن اليوم صعب نشوف ان هالجوادين اثبتوا على مضمار البحرين يعني قوتهم. يعني نشوف ان المنافسة منحصرة بين اللي هو ميدل وينر وكلاود درفت. بتدخل بين هاي الاسمين؟ هو على حسب مجريات الشوط تدخل، يعني فرس زينة على حسب السباق، ما تدري شو يصير، بس مستواها قبل السباق عقب دنين عقب الهاي ريتد هورسز. يعني مركزكم ثالث ان شاء الله الاحسن، يعني دائما تفاعل بالخير تحصله. يعني تزال الانطلاق حتى الان متواصل مع ميدال وينر مع نيل جرالان، بينما انطلق هنالك كلاود ريف مع ان شاء الله نشوفك عقب الشوط واحنا فايزين ان شاء الله. فان شاء الله يعني يخالف هالتوقعات ويكون ثابت روحه انه هو البطل. بينما المحاولات قائمة أيضا من قبل كلاود ريف مع الفارس تشارلز بيشوف، وزيزينيا في المركز الثالث. لا تزال الانطلاق حتى الآن متواصل مع كلاود ريف معه، وأيضا هنالك أيضا لدينا ميدال وينر. إذا ميدال وينر بشعار محمدية، وهنالك أيضا كلاود ريف، لكن ميدال وينر لكأس مونتريال للسيارة. كلاود ريف في المركز الثاني، زيزينيا في المركز الثالث، وتور بروك في المركز الرابع. Medal winner this time is start to finish. It is an instruction or the way of the race lead you to be in front? No, well obviously like I've done a lot of homework watching his races from last season, and he's always been coming from behind, albeit in bigger fields. But you know, I chat to Sheikh Sultan and his trainer, and you know, they're confident that the horse is pretty versatile and he's fit and he's ready to go. نعم بالضبط، عندنا يعني مثل ما قلنا خططنا حق الشوط، مع ان حصاننا شايل التوب ويت اليوم 61 كيلو. When they're carrying a big weight they can sustain it, you know, they're big horses. Whereas if you're coming from behind with a big weight it's hard to make up the ground. So I just kept it simple. The horse done 90% of the work for me. حصان السنة دي يعني السنة هذه راح ستيب ثاني، بين انه يعني ثابت.
بين ان ميدال وينر مستواه افضل من كلاود دريفت. شفنا كلاود دريفت ان اول ما قامت الخيل كان واجد بولر، يعني فارس قام يساحب فيه، هاي يمكن اثر عليه بعد. He was a little bit fresh and a bit strong for the first 400 meters. He's just running a little bit keen. Afterwards he relaxed, but the leader, he's good, easy, he have no pressure in front. He goes his own speed when he turning he quicken. And I just find it hard to get him back. 4 كيلو مرة 3 كيلو بعد الفرق معنا. يعني المفروض ان يعني حصان المرشح الاول يعني يسبق وحصان بثلاث اربع طول. يعني بالنسبة كريته 102 وحصان طيب، يعني مو بحصان. فاليوم بين. So you can win against Middle Winner again. I definitely think we can get closer and hopefully we can turn around. Okay. Thank you. Thank you. يمكن لازم نقتنع أو يقتنعون إن كلاود درافت مو بيفوز على ميدل وينر. ترى ميدل وينر المحمدية ريسينج راسمين له خطة. وين ممكن نشوف ميدل وينر؟ أتوقع طموح المحمدية خارجي، فأتوقع إنه بيكون يمكن كنا نكون نشوفه هني، بس أنا أتوقع يعني حسب رأيي الشخصي أتوقع إنه بيكون في مشاركة خارجية إلى ميدل وينر، ما بنشوفه في الكؤوس الكبيرة. ليش لا؟ إن شاء الله ودنا. ديروف اند ريسينج انطلق الشوط السادس على كاس سيد شرف العلوي بمشاركة 6 من الجياد. الانتاج المحلي، انتاج محلي يعني من؟ شوط مفتوح وكل من يقدر يغلب فيه، يعني كل من يقدر يغلب فيه صح، بس في اسماء نعرف ومتأكدين انها صعب تكسب. هجير صعب، يمكن هجير الوحيدة، بس يعني اول 5 تروس كلهم يقدرون يغلبون. يتصدر السباق مع الفارس جينسون رودريغيز يلحق به ثانيا المرشح الاول إيمورتل مع الفارس جورج روبيشا. هو صدق العام كان من افضل الخيل في 3 سنوات، لكن السباقات اللي بنشوفها منه الحين هي السباقات اللي بتقول لنا إيمورتل بيروح اشواط كبيره ولا لا. من اول فرست راند بيلا يمكن ونين. يعني بدايه موسم وتعرف سيد بعض الخيل ما تجي جاهزة. أوكي، بس تبقى مؤشر، يعني إذا اللي فاز يعني قدامه كان فرق بينهم بسيط مؤشر زين، لكن إذا كان وايد بعيد بقول لا أكيد ما بيروح كؤوس كبيرة. أول اختبار لأمرتل مع الخيل الكبيرة في العمر، فأنا أشوف إذا أمرتل قدر يتمكن إنه يتغلب على هذه الجيال راح يكون رقم صعب في أشواط المايل. لا مو مؤشر، يعني إحنا عندنا هدف من هالمشاركة، هو كنا نقدر نخليه في 1004، بس فضلنا إنه يروح مع الخيل الزينة عشان نعرف مستواه كحصان وين راح يكون. وتعرفين 4 years old بالضبط، شفت قلت هاي بالضبط نفس اللي أنا أقوله. أنا أقول إنه يعني مع هاي الخيل الحين بنعرف، تعرفين مستوى الحصان وين، تعرفين انت وين توقفين عليه؟ احنا نعرف مستواه اكيد. اي نو وي نو، بس ما نقدر نقول ليش من اول ريس. يعني من اول ريس انا ما اقدر، ولا مره شفت من اول ريس في السيزون شو مستواه. في وايد خلينا نقدر نقيسه من اول مشاركه. انا ما اقدر. قبل اخر في المركز الثالث يتواجد المرشح الاول إيمورتل مع الفارس جورج وود. هو ركض في 3 سنوات، اول سباق ما قدم، يعني خسر يا ثالث رابع، عقب غلب عقب اللي بين لنا مستوى. تمكن من الغلب على إبك، على خيل صغيرة في العمر، على خيل 3 سنوات، اليوم راح يواجه خيل كبيرة. احنا نفضل ان نشارك مع هالخيل هالمسافة، لان الاشواط الكبيرة الديربي والفور ييرز اولد وكاس ولي العهد كلها في المسافات البعيدة 2000، ومؤشر احنا نعرف الحصان وين يوقف عنه. اوكي، في هاي الشوط ممكن يوقف بسبب من؟ لأن من أفضل منه؟ أليخاندرو زين، هاي بيم زين. أليخاندرو زين بس ساعات إيه ساعات لا. إيه بس يعني أليخاندرو دائما أول سباق يأدي. إيه وعقب لا، صح. أليخاندرو هاي بيم. كل الخيل الموجودة ماتشور هورس. أليخاندرو حصان معروف وليه يعني فوزاته ومستواه وكلاس ماله، يعني من مع هاي الخيل يكون له المفروض حظوظ واجد جيده. بس يمكن بعد أليخاندرو وهاي بيم يتاثرون بالوزن، ترى راكضين بالوزن وغالبين بالوزن. هاي بيم يقدر يغلب، أليخاندرو يقدر يغلب، ليفنغار كلهم يقدرون يغلبون. يعني شوط صعب انك تتنبا فيه على حصان واحد. اوكي بنشوف.
عقب بقول لك اذا تركض في الكؤوس الكبيره ولا خلاص ايش هذا وندخل في المنعطف الثاني من السباق واتجاه الخط المستقيم الان ولا تزال الصداره والانطلاق حتى الان مع هاي بيم ادنسون رودريغيز بشعار اليمني ريسنج المركز الثاني هنالك المرشح الاول امورتال بدا في الانطلاق والاندفاع والمركز الثالث يتواجد اليخاندرو مع المارس تشارلز بيشوب بينما حتى الان الصداره لهاي بيم مع ادنسون رودريغيز من وسط القياده انطلاقات اليخاندرو مع المارس تشارلز بيشوب بينما تراجع للمرشح الاول امورتال والمحاولات ايضا من قبل ليفينغ ارت وصفوة لكن الصداره حتى الان مع اليخاندرو على المركز الاول وعلى صدارة هذا شوف مع الفارس تشارلز بيشوب إذن أليخاندرو يصير إلى كاس سيد شرف العلوي إذن أليخاندرو هو بطل الشوط السادس المركز الثاني دخول ما بين ليفينغ ارت وهاي بيم بينما المركز أعرف الشيخ عيسى يحب هالحصان وايد بس يمكن عمري ما فهمت سبب هالحب إلا عقب هالسباق وعقب اللي سواه كلش ما بقياس مع أن الباقيين ما كانوا جاهزين والله يعني استغربت أنا من أداء أليخاندرو توقعت أن هاي بيم بيكون اللي هو الأقرب للشوط بس ما شاء الله على أليخاندرو صراحة كيك الحصان كان جدا قوي بس شنو اللي ممكن يخلي أليخاندرو فعلا يقدم مثل هالأداء أنا أشوف من الأسبوع الأول جياد المدرب ألين سميث جاية في الفورم مستواها ثابت فهاي اللي أثبت لنا في السباقات الانتاج المحلي احنا لاحظنا كذا جواد بارشمنت ريتورت أليخاندرو مستويات جدا كبيرة وأداء كان قوي بس علامة الاستفهام اللي كانت هو على إمورتال يعني جاء تقريبا كلش ورا الخيل عرفنا اللي لنا اللي علينا يعني بتشوفين الحصان غير شنو اللي لكم واللي عليكم مو الحصان مو جاهز هاي مو بس مو جاهز هذا يعني اصلا ما كان مفروض يركب قدام ركبته كذي لا ما ادري اوعدك تشوفين حصان ثاني شنو قال لك خالد لا ما كلمت له خايف تكلمه صح لا ليش لا كلش بالنسبة لي امورتال علامة استفهام طبعا احنا ما نتكلم بس عن امورتال جياد المالك محمد خالد عبد الرحيم لغايه الان ما ادت امورتال اكوسيستم اليوم بعد تفاجئ ادب مستوى فما نعرف يعني هاي شغل المدرب وشغل المالك ايكوسيستم بعد خلوه على صوب ما غطيت شوط اليوم انا قلت لك بالمقابل ما نبي من امورتال فوز بس نبي من امورتال انه يكون مستوى زين مو باخر راس واداء سيء لا تحاتي أوعدت وقفة غريبة هل هو عدم جهوزية هل هو حصان في شيء ما يعني الله العالم ما المشكلة دي اللي اكتشفتها بس حلها عشان توعدني هاي الوعد لا وعد هو يعني احنا عارفين اللي لنا وعارفين اللي شنو اللي لكم واللي عليكم يعني عارفين مستوى الحصان نعرف شنو صار شنو ما صار نعرف شنو صار ظروف الاسطبل احنا عارفين الامور اللي صارت عندنا which is ألا وهي يحتاج خلاص انت بتشوفين امورت الحصان طبعا بس اعتقد خالد فعلا لازم يشوف حل لازم يعرف هل المشكله في نوعيه الخيل في تدريب في ظروف اسطبل في شنو بالضبط ذاك سيد شرف العلوي اذا ادي خضره هو بطل الشوط السادس المركز الثاني دخول ما بين ليفينغ ارت وهاي بيم بينما المركز الرابع ديروف اند ريسنج انطلق اخر اشواط الامسي على كاس شركه مصانع بلاستيك تايلوس من مسافه 2000 متر بمشاركة 6 من الجهاد المستوردة ثير بريد بانطلاقة ريتيرن اوف ذا ماك هو الذي يقود هذا الشوط من البداية مع الفارس فادي ماثرز بشعار المحمدية بالكف الأحمر استغربته صح؟ استغربته ان مكاك مو هو اللي ماسك السباق يعني ذي اليوم اللي مكاك يعيش حياته فيه يعني مو دوش يسوي شوط حق أحد دوش شوط على كيفه مو في شيء على كيفه في خير ويا قطون يعني افهم سؤالي اللي يخوف مكاك انه لما يطلع قدام ما ينقطع الحصان يعني هل عشان ما طلع قدام ممكن ما يخوف عط مكاك حقه خلى اليوم يفوز ويؤدي المطلوب منه مو جوش يخدم احد مو جوش يسوي شيء ولا جوش يؤدي مهمه صح بيقدر على هالخيل صعب عليه كينج مع كينج اوف ذا ثرون صعب عليه مكاك في المركز الثالث كينج اوف ذا ثرون في المركز الرابع وعقب سباقه ذاك الاسبوع الفينش كان قوي اداءه كان ممتاز لكن اللي شفته وانت اكيد ادرى
هو اللي عطوك مؤشر ان هاي الحصان كان عنده بعد وهذه البعد بيطلع اليوم؟ والواحد يتمنى انه يكون شوي يتطور عن الاسبوع اللي راح. شوي يتطور؟ وان شاء الله مو بتعب. ان شاء الله مو بتعب بعد اتفق وياك، بس المشكله انه لو بتطالعين البرنامج الثلاث الاسابيع اللي جايه او الاربعه ما في له شوط. فهالاسبوع في له شوطين يقدر يقضيهم امس واليوم. الثلاث الاربع الاسابيع اللي جايه ما في له اشواط. يرتاح ثمانيه ايام. عرفتي شلون؟ اول يومين ما بيش يعني ما بيتمرن، تالي اكيد محمد سعيد عنده خطه انه يجيب الحصان في الفور الى هالسباق. يعني اليوم انت سببك الوحيد محمد سعيد انه ما له اشواط؟ بس هاي سببك الوحيد ان انت مشاركه اليوم؟ لو في اشواط الاسبوع الجاي او اللي بعده ما كنت بتاخذ خيار انه يركب اليوم؟ ما ادري والله. بونس بوي قلت لي تتمنى ان بونس بوي يواصل؟ المركز الرابع لدينا كينج اوف ذا ثرون مع دينيو مان، بينما نيل كالان حتى الان في اخر الجيال مع بونس بو. هنا دخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع ريتيرن اوف ذا مان. يعني فوق ذي عندك اليوم ورقه ثانيه تقدر تساعد بونس بوي عشان يواصل انتصاراته. ان شاء الله ان شاء الله. المفروض خيلي زينه في الشو، بس تعرفين اشوف من بدايه الموسم الى الحين كله مفاجآت. يعني خايف المفاجأة من من؟ والله كلهم خيل زين، مكاك زين، بورد كلاس زين. انا ما نسيت بورد دوغلاس، بس من عقب التوقيف اللي صار مع علي جان عشان هالحصان خليته على صوب هالسباق. ايها المتابعون الكرام، لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان مع ريتيرن اوف ذا ماكسمن. لازم اسوي كذي علشان لان حصاني ما عنده بالبداية اندفاع، يندفع كله في آخر الأمتار اللي هو بونسبوي. إن شاء الله منه. يعني تحس إن اليوم دخول بونسبوي يشفع له إنه ينتظر ويدخل في الأخير؟ إيه مفروض شيء. دخول بونسبوي يشفع له، دخول كينج أوف ذا ثرون بعد مفروض يشفع له، بس كلام محمد سعيد ما كان يطمن، بس كلام لي غير. We'll see. ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقات أيضا بونس بوي مع نيل كالان. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنالك أيضا ريتيرن أوف ذا ماك، وأيضا لدينا أيضا مكاك في دخول ثنائي على خط النهاية. إذا بانتظار الكورة مكاك وأيضا ريتيرن أوف ذا ماك. أدوا زين، بس مكاك خطير ليل بروحه وما يخدم أحد في الشوط. مكاك خطر وفوزي خطر، لازم نعطي حق. نلاحظ السباق من اخر 400 متر 500 متر، الجواد مكاك يحاول يطلع للمسار الخارجي. صاني بارد لكن لازم وياه من اول ما ادش السيده احركه، يعني هو بارد. ولكن الفارس نيل هو اللي كان كفر للجواد مكاك، والسبب كان هزيمه اللي هو جواد المحمديه الاخر اللي كان يمتطيه بدي مدرس. انت قلت لي يجدم على مكاك؟ لازم هو يروح، هو يحب فرونت رانر الحصان، لكن لانه واصل انا خفت يلف ويسوي درفت شوي، لكن الحمد لله. Which is you have to change, always change his leads. Yeah. Because sometimes like last year it was always going left. Yeah. And now that we've managed to find the actual key to him, changing his leads, and he runs in a straight line now, and he's been working well. He's improving now, so hopefully he'll improve more. حتى بونس بوي يعني من أطول. أنا أشوف المسافة اليوم بونس بوي أول مرة يروحها. الجواد في العام الماضي على ما أعتقد كان يركض على 1600 متر، اليوم راح لمسافة أطول، وحتى على الأمتار الأخيرة بين عليه التعب. بالنسبة لي اللي بين عليه التعب مو بونس بوي كثر كينج أوف ذا ثرون. We should stay in the stable then if we don't think we can win.
Prove that. Tell me. You want me? Yes. You want me? No, you. My version? No, he said already what happened. So I won't blame him for anything. You blame me? No. I just want you to explain your opinion before the race. My opinion? Before the race? Yes. Yeah, it's a bit soon the race for him. But I thought at the weight, it's a good opportunity for him because we need to educate him. Mm. As you see last start, he's still a bit green. He's still learning the racing game. So I thought it was a good point from there. And I made my mind up between week to week in the morning when I see how he came up the race. Obviously, it's not up to me, but I have my opinion. I thought maybe it was a bit soon for him. The trainer knows better, he was right. إحسان متواضع نسبيا يعني جاب فورمة 90 التصنيف ب 90 ولكن حسان اعتيادي يعني ب 54 وما قدر يقدم عاد الجياد حسان متواضع. No, he wasn't tired. He made himself tired by being over keen in the race. He's just very green. These horses, you can't just teach them. They have to learn on their own. Yeah. Through experience. Okay? Okay. Nice to talk to you. Next when, time. When before they disqualified you? Do you know? Even قبل يشيلونه. عادي كم وصل خامس؟ رابع؟ رابع. رابع زين. شنو عادي؟ ما يوزن عادي؟ تدري الرابع كم يحصل؟ كم؟ الرابع شوف كم مكتوب ها ما شوف كم مكتوب اوكي 120 ولا 320 يعني 32 هان نسبتي الظالمه تبين تاخذينها تقولين عادي شنو يعني انك تكون ظالم وشنو يعني انك تكون عادل انا وانت يمكن تناقشنا فيها الافكار بدال المره 1000 بس هالمره يمكن الموضوع شوي يختلف ليش أنس ما كان موجود اليوم؟ اسمه كان مسجل على جوز سبيرت. رجعت أنا. ليش رجعت؟ أنتم متخيلين إن أنس هالأسبوع توقف واللي شاف حلقة الأسبوع اللي فات بيفهم شنو أقصد؟ إيه هو في يعني أكثر من سبب. أكثر. يعني أكثر من. بريتش سواه. ألا وهما؟ هو ضرب زيادة أكسس. كم ضرب زيادة؟ أكسس الضرب. هو ضرب 13. والمسموح؟ بس مسموح 12. يعني بس بنفس الوقت. لا مو عنه هي مو قضية حساب الضربة خلنا نقولها. بنفس الوقت هو يعني ما أعطى الحصان تشانس إنه يراول الحصان في عنده تشانس. لازم يتجاوب عادة لازم يتجاوب يضربه ويتجاوب يدفع بس هو ظل كونتينيوس فيه هذه غير تسميه كم فرق كان بين كل ضربة والثانية؟ على بعض ضرب على بعض ثلاث ضربات وعطى شوية مجال خمس ضربات على بعض هدى بسألي سؤال الحين أنا بعرف هذا الشيء غلط ولا يعني في غلط عالميا؟ اني انا في مركز الخامس انا هل اني انا اوقف عن العصا اوقف عن الشغل الحصان عشان اني انا ما احافظ على المركز الخامس لا فهذا عالميا سويت لا ليش حاسموني على هالشيء انا وصلت الموضوع فوق يعني فوق وين بس خلاص وصل الموضوع يعني قلت لهم اذا بهذه الطريقه انا سينسحب من البحث إذا بها طريقة يعني إذا بها طريقة تعامل وكذا أنا في إسعاد مسبقا يعني ما يصير هاي في أي حالة من الحالات لو تصير مع أي أحد توقفونه يعني يعتمد يوقفه له على الحدث اللي يسويه هو قبل شوطين ترى مسويه شوطين شنو الشوط الثاني يعني الشوط الثاني والرابع لا الشوط الثاني ولا الشوط الرابع الشوط الأول مع طويسان والشوط الخامس مع سولر فلير وكم كان توقيفه؟ أسبوع يعني يوقف بس جمعة واحدة أوكي وشلون هو كان متجاوب قال صح أنا غلط صح أنا إيه معترف قال صح أنا يعني
كنت اجريسيف ويا الحصان، ما كان المفروض يصير كذي. هاي هو اللي قال المفروض ما يصير. هو قال كذي، هو يعني بعد مهما يكون ساعات واحد يقول لك كذي ويقول لك كذا، بس احنا شنو نعتقد به؟ انا وش تريدين اقولهم؟ يعني تريدين انا اعارض ستيوار عشان نعاقبه زياده؟ لا، في النقاش شنو صار؟ ما ادري والله. من كان موجود؟ ستيوار دي كلنا. انت كنت موجود؟ ايه. بس انا مهم، هو قال لي لا تقنعني، هو قال لي لا تقنعني في هالكلام، من قال لي هالكلام سكت انا عنه. هو قال لي لا تقنعني، اي قال لي لا تقنعني في هالكلام. المهم عندي ان اطبق القانون. القانون يقول انا ما اختلف معاك، بس ابي اعرف هو شنو قال. الشوط واحد اللي انا ممكن كررت الضرب، هذا غرموني عليه، وين ليش انا كررت الضرب؟ يعني الضرب قانوني كان، يعني مو انا معدي الفيديو يقول مو قانوني، لا انا ولا انت ولا هو، الفيديو يقول. اوكي، الفيديو مسجل، روينا الفيديو، لازم هو مقتنع، احنا بعد عقبه وهو مقتنع. هو مقتنع؟ لازم تشوف الفيديو، اذا بعد ما بيقتنع بالفيديو، السلام عليكم. ليش انا اضرب وانا في المركز الخامس؟ انا ما راح الحق على المركز الرابع، ما حصل على المركز الرابع، ليش انا اضرب على الحصان وهذا؟ بس انا محاسب، انا ممكن بحر الله شيء من خير من صادقين بكره، ممكن من يعني انا عشان انا حافظ على الحصان، ممكن انا ما اريد انزل ريت المدرب ينظر لنا مره ثانيه، ليش حاسبني عليه يعني؟ انت كمدرب قلت لي انه ما كان في شيء، انا ما كنت في غلط، بعد بنستعين براي اخر. تبغون تشوفون كل اللي نتكلم عنه صح؟ ترى الراي الاخر اللي استعنت فيه قال ان اللجنه معاها حق. في شوط طويسان اللي سواه انس هو الدبل ويب، وهو انه ضرب الحصان مرتين على بعض، وهالشيء ممنوع طبعا ومن زمان وفي كل قوانين العالم، مو مثل ما قال انس. وغرموه 50 دينار، ورجع وكرره مع قريبة وعطوه انذار فقط، وبعد رجع مع سولار فلير، بس اللي سواه هني انه استمر في استخدام الويب بدون فايدة. الحصان كان اصلا ما بيكون في البليس، فانس كان يبغي شيء واللي سواه العكس. حتى لو كان يبغي يحافظ على ريت الحصان، هالاشياء ممنوعة، لان الحصان لما تضربه هالكثر بدون ما تعطيه مجال يوقف وما يتجاوب اصلا. بتسوي استئناف؟ وين اسوي استئناف؟ اي انا في 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 خطه في راسي، خلاص انا بسويها ان شاء الله. شنو هي؟ يعني انا خلاص انسحب من البحرين. انس اخونا الحين قرار خذه، يمكن مستعجل ومتنرفز يعني. يحق له ولا لا؟ يحق له. هو اذا بيحق له فلسبب واحد، وهو ان الستيورد قد ما شرحوا له صح مثل ما شرحوا لي صح. بس هنا اوكي عدا، بس انا اربع مرات انا دخلوني في ستيورد. يمكن بعد ما اعرف والله يا هدى، ما اعرف يعني، احنا بروحنا مستغربين يعني، تعاملوا مع جوكي بروفيشنال بهذا الاسلوب مو صح. ممكن جوكي هذا برنتس يتعامل مع بروفيشنال، يتعامل مع يسكي على كل نقطة، يستمسكني على كل نقطة، يستمسكني أبسط الأشياء، يستمسكني عندي، تخيل. فهمت قصدك. فهمت يا؟ أكيد. يعني أمس أربع مرات أنا أروح أديش الستيورد، آخر خمس مرة يوم دخلت آخر ريس، تخيل. سألت مسانا واجد عن، قال لي ليش زعلان؟ قلت له ما تباني أنا زعلان، ليش ما زعلان؟ أنا مشكلة ما قادر يعني، ما أعرف أتعامل معاهم كيف الطريقة، ما أعرف أتعامل مع الستيورد، يعني الستيورد ما تعرف تتعامل معاهم أبدا، يعني ما في عندك شيء يعني يقنعك، ما في عندي صراحة اللي هالشخص اللي أنا أكلمه عنه. ولما سمعت هالكلام تذكرت لي وبادي وغيرهم بعد، وإذا أنس مثل ما يقول فارس محترف، مفروض من يسمع هالكلام يقتنع وخلاص. عادي يكون تفكيرنا مرات خطأ، وعادي نكتشف إن كل شيء قلناه في النهاية يعني العكس، بس مهم إذا بنقول شيء بصوت عالي نكون دارسينا فاهمينا، عشان في النهاية ما يصير شيء ما نبغيه يصير. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.